الأب دائما مسحوب عليه. أنا أب ويعني عارف الشعور هذا، دائما وقت عيد ميلاد أي واحد من أولادك أو عيد ميلاد زوجتك يكون فيه اهتمام، أما الأب دائما هو مكافح كذا من يوم ما انخلق هو يكافح في الدنيا. ما راح تزعل لو ابنائك احتفلوا بعيد الأم وما احتفلوا بعيد الأب؟ لا أبدا، ما أظن أنها فيها مقارنة أساسا. يعني أنا أشوف بالنسبة لي أنا ما أستنى منهم الموضوع ده، إن سووا هم لحالهم تمام، إن ما سووا بالعكس يعني في نهاية المطاف هم أبناء أنا أعطيهم بدون مقابل. احتفلت في يوم الأب، من ما يقول لك إني ما احتفلت في يوم الأب؟ طيب أغلب الناس ما يعطوا اهتمام بيوم الأب العالمي. والله عاد كل واحد ومقدار حبه لأبيه، مقدار حبه لأهله، يعني ما أدري كيف أعبر لك، مشتاق لأهلي. أصلا أبوي ما يحب، ما هي فارقة معاه، فما ما قد سوينا شيء زي كذا. لكن الأم تبى الصراحة، ترى إحنا يعني كأخوان وأخوات نسوي مناسبات واحتفالات لأمنا أكثر من أبونا، فشكلها قاعدة ترجع صح؟ لو احتفلوا أبنائك في يوم من الأيام بعيد الأم وما احتفلوا فيك، هتزعل؟ لا مستحيل أزعل، عادي جدا. متى كان يوم الأب العالمي؟ قبل يومين، مدري 3 أيام. طب في يوم الأب العالمي الناس دائما ما يحتفلون فيه لأبهاتهم، ليه؟ هذه حاجة جديدة على المجتمع، يوم الأم معروف يعني قد صار أكثر مرة قبل، فاهم؟ الأب توه جديد، يعني لسه الناس لسه ما يعني ما قد عرفوا إلا إن في يوم أب أو في احتفالية، غير كذا في ناس يعني يحبون أمهاتهم أكثر من أبوهم. ليش دائما طب الأب مسحوب عليه؟ والله مو هو مسحوب، ولكن زي ما قلت لك يعني الأم هم زي الأولاد أقرب للأم، فما هو مسحوب عليه، ولكن يعني برضو في احتفال في الأب، ولكن الأم زي ما قلت لك هي أكثر، هي اللي أقرب منها. أنا بعطيك بيتين عن الأب ولعله إن شاء الله توصل المشاعر. يقول هذا قدرنا نطيب مالنا منه، يطالع الرجل أبوه وينسخ بعوله، أتعبني أبوي جعل أبوي في الجنة، ما جيت ربعه ولا نصفه ولا حوله. صحيح لسانك، صاحب الدنيا.